لم يتخيل أحد أن هذا السيناريو سيكون واقعاً ملموساً في الفترة اللاحقة لرحيل مهيب الركن. فرغم تعدد زيجاته ووجود العديد من أبنائه في السلطة، إلا أن هناك ابناً واحداً تم إبعاده عن الأضواء. فهل ستكون عودة علي بن صدام حسين للحكم بالعراق قريبة التحقيق؟ غموض شمل جنبات المشهد الذي عم أرجاء هذه القصة الرومانسية بين مهيب الركن وزوجته الثانية، فطرحت العديد من الروايات حول زواجهما. فكانت الرواية الأولى بأنهما تزوجا بعدما رآها حينما كانت برفقة ابنتها إلى رحلة مدرسية. ومنذ ذلك الحين ولم يحد بصر صدام حسين عن سميرة شهبندر الزوجة الثانية له، فالحب بدأ يتسرب إلى قلبه ويسكن فؤاده، إلى حين طلب منها أن تنفصل عن زوجها الذي كان طياراً في عهد مهيب الركن في ثمانينيات القرن الماضي، وبعدما قضت عدتها تزوج وعاش قصة حب كانت هي الأكبر على مستوى بلاد الرافدين، وأنجب ابناً وحيداً اسمه علي. رحلة كانت لابد أن تبدأها سميرة شهبندر برفقة ابنها علي بعيدة عن أرض بلاد الرافدين بعدما دخل الأمريكان بغداد في 2003، ليتم إبعادها عن المشهد هي ونجل صدام الذي لم يظهر على الساحة إلا في هذا المشهد. ذهب وأموال وحقيبة وحرس، كان ذاد سميرة شهبندر الذي ستخرج به من العراق إلى سوريا لتبدأ رحلتها عبر عدة أراض ليستقر بها الحال في كندا. لكن المفاجأة التي غطت على الصورة والمشهد العراقي كانت بوجود بعض السيناريوهات عن أنه يتم تحضير النجل الذي استطاع أن يكون برفقة والدته سميرة شهبندر في أمان بكندا للعودة إلى العراق وتقلد الحكم مرة أخرى بعد رحيل مهيب الركن. السياسي العراقي عزة الشهبندر روى في حوار للبي بي سي أنه من المرجح أن علي نجل الرئيس العراقي يقيم في أمريكا، لكن الروايات الأخرى فسرت بأن ما كان وجود علي هو كندا برفقة والدته التي رحلت إلى سوريا ثم لبنان واستقر بها الحال في كندا، لكن المكان الحقيقي أين هو فلم يجزم أحد به. أحاديث كثيرة وروايات متضاربة خرجت من تصريحات ابنة صدام حسين رغد عن حالة الأسرة العراقية لمهيب الركن. فرغم تشتتهم في عدة دول، فهناك من يعيش في قطر وآخرون يعيشون في الأردن وآخرون يعيشون في لندن، وبعض الروايات أمريكا وكندا وهما علي وأمه. لكن سقطات رغد في حديثها لسلسلة حلقات بقناة العربية السعودية كانت تشير في بعض الأحيان إلى أن هناك شيئاً يجهز للعودة للعراق، خصيصاً مع وجود الإصرار في كلامها على العودة للاستقرار على أرض بلاد الرافدين.